سننظر اليوم في عدد من مشاريع المراسيم وعدد من مشاريع الأوامر التي سيتم التداول فيها كما ينص على ذلك الأمر عدد 17 و100. ومن بين أهم النصوص التي سيتم التداول فيها النص المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لإرساء جمهورية جديدة. تم بطبيعة الحال العمل منذ مدة طويلة على أن يتم الأعداد بصفة ديمقراطية، لأن عملية وضع الدساتير تنقسم كما تعلمون إلى مرحلتين، مرحلة الأعداد ومرحلة الإقرار. بدأ الأعداد عن طريق الاستشارة الوطنية التي نجحت بالرغم من كل العقبات التي وضعوها، ثم ستأتي هذه اللجنة التي سيتم التداول في تركيبتها وفي اختصاصاتها، علماً وأنها لجنة استشارية. ثم بعد ذلك سيتم أعداد المشروع ويتم عرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل. هنا مرحلة الإقرار، فالنص بالنص والقانون بمثله والعمق الشعبي الحقيقي هو سردنا بعد عون الله تعالى في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل، إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب. ستكون بحول الله تعالى وبإرادة أغلبية الشعب جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها، وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة. العبرة ليست بالنصوص وحدها، ولكن بالآثار التي يجب أن ترتب عن تلك النصوص. ومن يهاب إرادة الشعب والذي حاول يائسا وفشل في ضرب الاستشارة الوطنية لا يمكن أن يكون إلا عدوا للشعب. وأن من يتباكى على العتبات في الداخل وفي الخارج لا يؤمن إطلاقا لا بسيادة الشعب ولا بسيادة الدولة التونسية. أرادوا تزوير العقول وأخطر من تزوير نتائج الانتخابات ونتائج الاستفتاء تزوير العقول، ولكنهم فشلوا في أكثر من مرة، ولم تبق أي ورقة توت يمكن أن يخفوا بها عورتهم. صرفوا آلاف الآلاف من الدينارات ومليارات المليارات بالعملة الأجنبية، ولكن فشلوا أيضا، والدليل على ذلك ما يقومون به وما يتخبطون فيه. سيفتح باب الحوار اليوم في إطار قانوني واضح بعد بهذا المرسوم الذي سيتم التداول فيه، وليتأكد الجميع أننا حريصون على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق، وحريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل. فما أكثر الحقوق
التي أضعوها وما أكثر المظالم التي ارتكبوها، ولكن لا عقابة ولا جزاء. سنعبر اليوم إن شاء الله وفي الأسابيع القليلة القادمة من اليأس والإحباط والقنوط إلى العمل وإلى الأمل. سنعبر معا هذه المرحلة التاريخية الحاسمة حتى نجسد مطالب شعبنا في السيادة الكاملة وفي الحرية الحقيقية. وسيتم النظر أيضا أو التداول في مشروع أمر يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء في اليوم الموعود يوم عيد الجمهورية، وسنحاول توفير كل الظروف بإعادة النظر في عملية الترسيم في القانون الانتخابي، ترسيم الناخبين حتى تفتح المشاركة للجميع، وهو أمر ممكن ومتاح ومعمول به في عديد الدول، فليست العبرة بالقوانين التي لا تطبق، ولكن العبرة بأن تخرج أصوات التونسيين والتونسيات معبرة عن إرادتهم الحقيقية بعيداً عن كل أسباب وكل المحاولات التي يقومون بها أناء الليل وأطراف النهار. ومن المفارقات في تونس أنهم يقولون أن الحريات في خطر، يتظاهرون وأكثر من ذلك تؤمن لهم قوات الأمن سلامتهم، ثم يذهبون ويتباكون أمام عتبات أجهزة أجنبية، يطلبون الغوث، يطلبون أن تتدخل فينا قوى أجنبية. الدستور سوف يكون معبرا عن إرادة الشعب لا عن إرادة أي طرف، عن إرادة الشعب ليحقق مطالبه كما عبر عنها في 17 من ديسمبر من سنة 2010، وكما عبر عنها في الاستشارة الوطنية التي ذكرت. إذن مشروعان هامان، مشروع مرسوم يتعلق بهذه اللجنة الاستشارية، ومشروع أمر يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء. ولا يفوتني في هذا التاريخ أن أحيي روح المناضلة التي فقدتها تونس في مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات، مي الجريبي. أترحم على روحها الطاهرة، كانت زميلة لي في الدراسة في التعليم الابتدائي، وتونس لا تنسى أحرارها وحرائرها، تونس الحرية، تونس ذات المجد التليد، وتونس إن شاء الله ذات المستقبل، المستقبل الذي يتحقق فيه المطلب الحقيقي في الحرية وفي العدالة وفي الكرامة الوطنية. لن يكون إن شاء الله دستورا كما شاء هؤلاء الذين لا يتورعون
في بيع ذممهم، ولا يتورعون في السب والشتم والقذف، ويتباكون بعد ذلك على الحريات. سوف يكون دستور الشعب دستور الجمهورية الثانية إن شاء الله تعالى.